راديو نيل. ويا صاحبة جية وإيه يا لالالو قلت هيبعتني تاني. ايوة بقى البعت عشان يبقى الموضوع بالظبط. انا خفت. لا انا خفت. انا قلقت. خفت قلقت. طب يا جماعة هي ميرا بصراحة المرة اللي فاتت قالت بصوا بقى احنا هنتكلم في حاجة مهمة جدا وهناخدها ضروري جدا. بما اننا النهاردة بنتكلم على الجار والجيران وكنا بنسمع دلوقتي نانسي عجرم طبعا ابن الجيران يبقى الكلام على ايه؟ على ايه يا ترى؟ حب ابن الجيران او بنت الجيران. ايوه بالظبط كده. شفت بنت الجيران اتاكلت بسرعه ازاي او بنت الجيران ونركز في ابن الجيران عشان الاحراج عشان الاحراج نركز في ابن الجيران ومش مهم بنت الجيران خالص دلوقتي. اه بالظبط. ايه بقى حكايه ابن الجيران؟ ايه هو انا مثلا ابن الجيران امال انا هقول ليه؟ انا هقول الموضوع يبقى غريب قوي لو قلت على ابن الجيران. طب انا هحكي موقف. تمام. مش عارفه طبعا ان حضرني حضرني مره زمان وانا صغيره كنت صغيره قوي يعني كنت مثلا في اولى ثانوي ولا حاجه. فبعدين كان في مكان تحت محل كده تحت أوكي. واقف فيه ولد انا والله ما كنت بشوفه يعني ما كنتش واخد بالي منه انا يعني. ادام بدات بالحلفان انا حلفت والله ما كنتش باخد بالي يعني. وبعدين انا كان ممنوع العب في الشارع ممنوع كده عشان ايه يعني اهلي كانوا بيخافوا شويه اوكي. فبيتنا اوكي انما ما اطلعش الشارع. المهم كنت بنزل قدام اروح المدرسه وارجع من المدرسه وكل يوم مشغل اغنيه محمد محي بتاعه سمعاني اللي فوق سمعاني ولا حبيتي حد تاني وانا بقعد اقف في البلكونه اسمع الاغنيه عشان انا كنت بحب محي جدا. خلاص ده وقع وانا ما اعرفش والاغنيه كانت ساعتها قديمه يعني ما كانتش مثلا لسه شريط نازل ما كانت معروفه يعني اغنيه خلاص وطول النهار والليل مشغلها ويعيد ويزيد ويعيد ويزيد ويعيد وانا ولا واخده بالي انا كل ده تمام فاكره ان ايه اغنيه حلوه وخلاص فين وفين بقى لما يعني واحده جارتي قالت لي قالت لي هو انت مش واخده بالك ان هو بيشغل الاغنيه دي ويفضل واقف باصص على بلكونتك يا اللي فوق سامعاني انا لو كنت عرفت انا كنت عرفت ما كنت عرفت يا ابني مساء الخير انت عرفت بقى انت بعد ما ساب المكان ومشي فزعلت قوي يعني انا والله بصراحه صراحه راح مني يا جماعه اضحك عليا وراح مني ثانيه واحده محمد محي ايوه كان اسمها ايه الاغنيه دي كان اسمها ايه هقول لك على طول والله بس انا اللي هو بدور عليها ببحث مالي النهارده مالي النهارده ايوه مالي النهارده بالظبط عمال سموح يعني حبيبنا يعني. طيب انا حكيت لكم عن قصه اللي ما عشتهاش للاسف ما لحقتش عرفت بعد ما مشي بتاعت ابن الجيران. انت عندك قصه بقى عن بنت الجيران؟ والله يعني الحقيقه هو في رقابه انا عارفه بس ما يعني لا لا ما بنت الجيران والحاجات دي واحد صاحبك وش وش كده لا والله بس بنت الجيران ايه انا لو قلت لك حاجه بنت الجيران بالنسبه لي وانا رابعه ابتدائي خمسه ابتدائي الحب اللي هو بقى ما وصلتش لاولى ثانوي دي اولى ثانوي دي كان الموضوع صعب قوي يعني بالنسبه لي اقلع لك انا قصه ما عشتهاش انا بالنسبه لي استنى بس انت يعني انت شايف لا انا كان في بنت الجيران بس الموضوع ده ايوه انا بقول لك رابعه ابتدائي خمسه ابتدائي الموضوع ده اول مره فاكر والله بجد كنت ثالثه ابتدائي ما اعرفش ايه بدري قوي الموضوع طلع بدري جدا خلاص يعني الموضوع بدا بدري حقيقي والله فعلا ورحت برضو عرفت هي ساكنه فين كانت معايا في الفصل وعرفت ساكنه فين حقيقي والله ثالثه ابتدائي ورحت فعلا عديت من تحت البيت عندها وبرضه بصيت فوق بس ما كانش فيه بقى محي والكلام ده ما كانش فيه كده بس قلت ان اشوف يعني كده هي ما اعرفش ايه يعني ايه الطفوله دي مش فاهم الموضوع يعني بس مش عارف يعني الجينات كانت موجوده من بدري طب هقول لك على حاجه دايما في الافلام او كده بيجيبوا مثلا انه دايما الجيران بيبقوا قدام بعض وبيحذفوا حاجه عمر حصل كده انا طبعا ما حصلش بس مثلا يعني حدف اللي جاب جواب بقى في مثلا في مشهد لا هو ممكن يشاور مثلا يشاور او مش عارف ايه او كذا لا يشاور كده بيعاكس ده كده لا ما هي كمان بتشاور لا هي كمان بتشاور يعني بيلاغوا اسمها ملاغيه انا فاتني كتير انا عرفت بعد ما الولد مشي ميرا فاتها الملاغيه قوي بالظبط انا زعلانه